عايزة تعرفي أنا بعمل كده ليه؟ بعمل كده عشان أنت أختي. آه أختي اللي قلبي بيتعسر كده كل يوم بسببها وأنا شايفاها بتضيع قدام عيني. أختي اللي أنا مستعدة أقف قدام الدنيا كلها عشانها وعشان خاطر مصلحتها. ويا ريتك بتحسي. صدقت ان انتي اختي بجد. والنبي انا مش عايزه حاجه تاني من الدنيا.